رعى وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل الحفل الختامي للداتاثون التنموي، وذلك بحضور قيادات منظومة الإسكان. لحظات من الفخر والإنجاز وأفكار تلهم رؤى جديدة تسهم في تطوير هذا القطاع. كاميرا يهلا كانت هناك مع الزميل مهند الحميد. رعى معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل الحفل الختامي للداتاثون التنموي الذي يهدف إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في البيانات وابتكار حلول تقنية تدعم تملك المسكن لمستفيدي الإسكان التنموي. يسعى الداتاثون الذي جمع المهتمين بالذكاء الاصطناعي في المملكة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي من خلال ابتكار حلول نوعية يتم توظيفها في الخدمات المقدمة في الإسكان التنموي. اليوم سعيدين إحنا بحضور الفعالية والحفل الختامي للداتاثون التنموي، واللي يعتبر أحد مخرجات مبادرات برنامج الإسكان التنموي في وزارة البلديات والإسكان، واللي نستهدف فيه تبني كل الأفكار والمشاريع المبدعة من شبابنا وبناتنا في مختلف الجامعات والكليات السعودية، وكذلك القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي والقطاع غير الربحي. الداتاثون بصلب استراتيجيته يستهدف إتاحة مجموعة من البيانات بإطار محدد متقاطع مع التحديات اللي نواجهها في خدمتنا لأهالينا المستفيدين، ومن خلال تبادل البيانات وإيجاد أرضية لتبني أفكار ناجحة ومميزة تستند على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، والتسارع اللي يحصل اليوم في العالم في موضوع تطوير الأعمال بشكل كبير. من خلال الربط ما بين هذه التحديات اللي تواجهنا والطموح اللي عندنا في خدمة المستفيدين بشكل أكبر وأسرع، والممكنات والقدرات اللي شفناها في شبابنا وبناتنا، خرجنا بأهم 5 مشاريع ولله الحمد، وأعلننا تبني 2 من هذه المشاريع بشكل مباشر داخل منظومة البلديات والإسكان، وأعلننا الفائزين في الجوائز الأخرى. إحنا فخورين بهذه النتائج، ونعتقد أن انعكاس هذا الحراك وهذه الفعاليات سيكون بشكل كبير على أهالينا المستفيدين وجميع ما يخدمهم ويخدم منتجات منظومة الإسكان. صراحة التجربة كانت ثرية جدا، 3 أيام هذه أخذنا منها معلومات قيمة في شتى المجالات، سواء مجال البيانات أو مجالات العقارية وغيرها، استفدنا فيها كثير، تبادلنا الكثير من الخبرات. تتضمن المسابقة 4 مسارات في مجال الإسكان التنموي، وهي توفير خيارات سكنية تلبي احتياجات مستفيدي الإسكان التنموي، وتطوير الأتمتة والتنظيم في عملية حصول مستفيدي الإسكان التنموي على الوحدات السكنية، ودعم المتعثرين في سداد أجرة المسكن لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتحديد أولويات توزيع الموارد بشكل يلبي احتياجات الأسر الأكثر استحقاقاً.